خلي أشوف أستاذ أحمد، يعني أيضا هو كان موجود بالانتخابات وكان مراقب للانتخابات، وهو أيضا كان قريب من الحكومة. خلي أشوف سيد أحمد إذا كان العدو الفرز اليدوي الفعلي ينهي كل هذه الأزمة، لماذا لا يتم اتخاذ هذه الخطوة بدل من الإطالة من عمر التشكيك يعني بعمل المفوضية؟ وأنت تعرف أستاذ أحمد يعني هاليوم عندنا متظاهرين يعني موجودين في بوابات المنطقة الخضراء، يعني بصراحة لا تزعل مني السيد المانع، يعني هاليوم هم أيضا ارتبك الوضع، يعني لأن الازدحامات اللي حصلت أمام البوابة وأكو يعني من المتظاهرين يعني يقول لك أني أريد أصواتي أو أصعد، يعني أيضا عندنا كارثة يعني ربما بالقادم الأيام. تفضل أستاذ أحمد. تحية لجنابك ولضيوفك الكرام وللمشاهدين. أولا كانت المطالب واضحة بتقديم 1300 وكسر أو 1400 وكسر اعتراض إلى مفوضية الانتخابات. المفوضية مشكلة من قضاة تم التوافق عليهم وقبولهم من كل الأطراف السياسية. وهذا الموضوع اليوم نحن لدينا إيمان كامل بعمل المفوضية والعمل القضاة الموجودين، لأنهم قضاة نزهاء لا يمكن أن يساهموا بتزوير انتخابات. واحد. النقطة الأخرى المهمة، اليوم عندما تكون هناك مطابقة 100% بين الشريط والمحطة لا يمكن فتح دائرة كاملة. القبول والطعون على أساس المجموعة اللي تمت الموافقة عليها من خلال لجنة مختصة وموجودين مراقبين الكيانات ومراقبين دول. من هذه اللجنة المختصة سيد أحمد؟ لجنة مختصة من المفوضية؟ نعم. من المفوضية؟ القضاة الموجودين؟ هم مجلس موجودين هناك شافوها ووافقوا على فتح بعض المحطات ورفضوا الأخرى لأنه بدون أدلة أو بدون مستندات، فقط مواضيع عادية قال وسمعنا ورأينا. هاي العملية اليوم أكو شيء يجب أن يذكر. لماذا نحن نتكلم ونشكك بعملية انتخابات وأنا أقول ممكن أن تكون من أفضل الانتخابات التي حصلت في العراق، ولا نشكك بطريقة وعمل وممارسة المنظومة الانتخابية التي عملت مع الكتل السياسية الخاسرة؟ هو طبعا ما نقدر نقول خاسرة، اللي قلت مقاعدها، يعني هم ما خسروا، هم عندهم مقاعد لكن اختلف. ممكن أن تكون بس الاختلاف كبير يعني سيد أحمد، يعني من 54 إلى 17 مقعد يعني اختلاف كلش كبير، ربما خسروا شعبيتهم لو المفوضية عملها مضبط أو عملها يعني مو مطابقة مثل ما تحدث السيد المانع. يعني التصعيدي خلى الناس تكره، اليوم الناس اللي تعيش بخطابات بناء للدولة، مستقبل بناء للدولة، ما تريد خطابات تصعيدية. ممكن أن يكون البرنامج السياسي لم يتفق مع صياغة الجمهور. وأيضا أكو فد نقطة كلش مهمة، إحنا إذا شاهدنا خلينا نأخذ مثل الدائرة 12 تحديدا وباقي الدوائر الأخرى نقدر نتطرق لها أيضا، كم مرشح موجود من قوى الدولة وائتلاف النصر ودولة القانون؟ هم كلهم هم محسوبين على يعني خلينا نقول بمعنى انه هم كلهم محسوبين على قوة الدولة، لكن كم مرشح؟ لا دولة القانون لا بس هذا شو حكي دولة القانون شيء، قوة الدولة شيء، الفتح شيء آخر، كل خاض الانتخابات بعنوانه، شلون تجمعهم؟ وليش اقول لك استاذ عادل بالضبط، هم كل واحد خاض الانتخابات بعنوانه، لكن هم كلهم تحت الان في ظل واحد. لو كانوا جميعهم يعني قصدوا كلهم خانه واحده، لو كان مجموعين ممكن ان يكون التنافس افضل. هذا قياس بيزنطي هذا يسمونه. ليش بيزنطي؟ بالعكس انت شتت اصواتك بهاي الطريقه، شتتت اصواتك اخي. السياسيه لك علاقه بي؟ انت جاي تعلمني شلون؟ انا اعطيك ملاحظه، انا ما اعلمك، بالعكس انت اخذت استحقاقك الانتخابي وهذا هاي مقعدك جتي وهذا استحقاقك الانتخابي. مزور الانتخابات مزوره وبامتياز، والمفوضيه بدل ما تكون هي مفتاح لحل سياسي هي ادخلت البلد في اختناق سياسي، هذا واحد. اثنين المفوضيه مو الان تحسم الجدل،
المفوضية أثارت الجدل، الآن أثارت الجدل، مو حسمة الجدل بالانتهاء بالأصوات. ثلاثة كبار السياسيين العراقيين على رأسهم السيد نوري كامل المالكي، السيد عمار الحكيم، السيد هادي العامري، بإشارة واضحة لا تقبل اللبس والغموض أن الانتخابات مهكرة وبامتياز وبمساعدة إقليمية من دول الإقليم وأمريكية. لكن يقول لك يعني لو أفوز لو أفوز لو الانتخابات مزورة، يعني الناس طلعت تشرين على مشينو اذا كانت مقتنعه بالاحزاب الموجوده. لك يا افوز يعني انتخابات مزوره. لا هذا حديث مو صحيح، هذا الحديث لا يصمد امام البحث اطلاقا. لا تشرين ليش طلعت اذا كانت الاحزاب الموجوده الحاكمه على مدار هاي الفتره كانت حاكمه بشكل منصف، تشرين ليش طلعت؟ ما اسمع شلون؟ يقول تشرين اتمنى الصوت تعالجوه صوت ناصيه. تشرين ليش طلعت استاذ عادل اذا كانت الاحزاب مشت وبنت الدوله وعمرت؟ هو من هنا جاء العدوان من 2019 تشرين أعدت إعدادا لأن نصل إلى الانتخابات ونتائج هذه. ولهذا خليني أقول لك اسمعني أنا حاجز بمنطق تشرين كلها اللي اشتركت بالانتخابات باختلاف أحزابها لم تحصل على مقعد واحد سوى امتداد بالناصرية، حصلت على 9. جاوبني ليش بس جماعة الناصرية يفوزون؟ اكو جماعه انسحبت واكو مستقلين نزلوا. اليوم انت الاحزاب اللي حكمت بالعراق ما حصلت لان برامجها الانتخابيه مو صحيحه. ما خدمت شنو الخدمات اللي قدمتها؟ ما خدمت. خلي انتقل بعد السؤال، خلي سيد احمد، خليني سيد احمد، خلي انتقل لبعد سؤالك انه الاحزاب ما